بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أخواتي إخواني وأخواتي في لقاء أو في تسجيل، لكن مرة هاي شغل عملي بالبايثون للداتا بريبريشن. المثال اللي أنا حشتغل عليه إن شاء الله تعالى حيغطي كتير من الجوانب المهمة اللي ممكن تلزمكم سواء في خلال الكورس أو لاحقا. طبعا لا أخفيكم، أنا حشتغل على الداتا بيز الآيريس. طبعا الداتا بيز صغيرة نوعا ما، عملت عليها بعض الموديفيكيشن أو بين قوسين اصطنعت بعض المشاكل فيها، يعني أضفت كمان أتريبيوت، عملت ريدندنت روز، أضفت العمود الرو اي دي الرو نمبر اللي قدامنا شايفينه احنا هان، وعملت فيها بعض النويز داتا، دخلت فاليو كبيرة جدا، يعني مثلا بدل ما هي تكون مثلا 5.1 زي القيمة اللي ظاهرة هان دخلت واحدة 51. طبعا واضح انه حيكون الاتجاه الخطأ عشان احدده، هذه كلها قياسات دخلتها بالسالب، دخلت قيمة او تنتين بالسالب عشان انا اقدر اعملهم هاندلينج. خلينا نشوف مع بعض. طبعا انا حشتغل على الباي شارم الاصل، والاصل يكون في عندي انا افتح ملف واعمل لود للداتا سيت، لكن عشان اطلع من جزئية انه والله كل مرة بدي اعيد نفس الشغل السابق الى اخره، حشتغل معاكم من خلال الجابيتر نوت بوك. والجابيتر نوت بوك هي عبارة عن نظام انتربريتر مش نظام كومبايلر. طبعا نعرف الفرق ما بين التنين، اللي بالانتربريتر انا بشتغل statement by statement وبعمل run وبنتقل للي بعديها، بينما بالكومبايلر لا، انا بشغل دائما البرنامج من البدايه. عشان هيك بتلاقي الكاجل، الكولاب، معظم الاونلاين اديتورز او خلينا نقول اونلاين بلاتفورمز اللي موجوده للداتا ساينس او للماشين ليرنينج تشتغل على في موضوع الجوبيتر نوت بوك او نظام النوت بوك. خلينا بس بشكل سريع ايش اللي انا سويته. طبعا كل هذه لا تخفى على احد منكم، انه انا عملت امبورت للبانداز، وهي خلينا نقول اللايبرري المسؤوله عن قراءه الداتا فريم ورك، وانا من الان الداتا تبعتي موجوده في ايريس فايل، موجود على نفس المجلد اللي موجود عليه الملف الموجود عندي هان. فبس انا عملت عشان اتاكد ان عمليه القراءه تمت بشكل صحيح، فرحت عملت ايش data.head. طبعا في ميزه هنا يا جماعه الخير، انا مش بحاجه انه في النوت بوك او في الجوبيتر نوت بوك اروح استخدم جمله برنت، مجرد اني انا اروح على مجرد اكتب اسم الفاريبل فبروح بنفذ لي كثير من التاسك، وهي برضه ميزه اريح من موضوع البرنتنج او الجزء اللي حقضيه كثير في كتابه وانا بعمل برنت او بطلب يعمل لي يطبع لي بعض الفاليوز اللي موجوده عندي. خليني انا بدي اعمل ريستارت من البدايه بس عشان اتاكد. ريستارت تمام، او هي رن، ممتاز، الخطوه الاولى تمت قراءه الداتا فايل، وهي اداني الهيدر فايل. طبعا بامكانكم تحطوا عدد الهيدر اللي انتم بدكم اياه، 3 5 10 اللي بدكم اياها من الفاليوز اللي موجوده عندنا. طيب اول خطوه انا بدي اسويها، بدي احاول استقرئ الداتا اللي عندي بشكل عام، او بدي اخذ نظره عن الداتا اللي موجوده. قلنا لازم افهم الداتا بشكل كويس. طبعا انا برجع بقول انه الايرس كل الاعمده اللي فيها عباره عن النيوميريكال فاليوز باستثناء الليبل. الفاليوز الموجوده عندها دي من A1 لA5 هي عباره عن قياسات لزهره السوسن، قياسات لزهرة السوسن. طبعا أنا جماعة الخير العمود 5 أنا هذا أنا أنشأته إنشاء بناء على شغلة معينة عشان أشوفها عند الكوريليشن ونشتغل عليها. تمام، الآن كل اللي أنا بدي أسويه بدي أروح أعمل إمبورت للماتي بلوت. لايبراري matplotlib.python.py.plot. وطبعا انا ممكن استدعي الكلاس هذا بشكل مباشر، لكن انا ممكن اروح احط له اختصار as blt زي ما حطينا للباندا كنا بنستخدم البي دي. حروح الان الداتا تبعتي انا اسمها داتا، اذا شئت انا اقلل اللود اللي عندي حقول له دي ايكوال داتا عشان اصير اكتب بالدي فقط، وحروح اقول له الدي دوت، في عندي فانكشن اسمها هيست والمقصود فيها الهيستوغرام، وبي ال تي دوت شو، وهي رن. طبعا ايش الجمل اللي انا كتبتهم؟ مجرد استدعيت البايثون لايبراري
اللي اسمها Matplot Mathematical Plotting Library for Python. استدعيت الكلاس اللي فيها byplot وبدي أروح أرسم الداتا. هذه الجملة بس عشان ما ضلش أكتب كل الداتا أحط حرف الدي وأمشي على السريع يعني عشان أريح حالي زي ما يقولوا. دائلة طبعا هنا مباشرة طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. البايثون هي عبارة عن إيش بسموها بالبرمجة، إنه ما فيش داعي non-type data، وبالتالي أنا مباشرة بأشتغل عليها أي run. الآن بقول إنه تم رسمها. طبعا الرسمة هذه وينها؟ لازم أشوفها من باجي هنا على وين لازم تكون تيجي هان. اوكي هاي بدي اعمل insert cell locally، مع انه المفروض السينكرونايزيشن بين التنين تكون تمام. هاي رن للسيل، هاي اللايبراري او الناتج اللي طلع عندي. طبعا هاين بدين الهستوغرام توزيعة الداتا ما بين A1 A2 A3 A4 A5 A6. طبعا الام او هذا الصحيح. انا طبعا لما قلت لكم انا جاري العمل على تسجيل الفيديو واجهت مشكلة انه بعرفش ايش تعطل عندي في البايثون، واضطريت انزل من جديد. صار تظهر عندي الام او هاي لان فعليا حتى اللحظة مش قادر افهم ايش هي. ما علينا، طبعا هو استثنى الرو نمبر اللي موجود عندي هان 1 لـ 5، ما بيلزمنيش لانه ما فيش في ديستريبيوشن. اجى قال لي والله في اي واحد معظم في عندي فاليو كبيره جدا، واضح انه في عندي فاليو كبيره جدا والباقي ايش تكاد القيم ما تكونش مبينه بالنسبه لإلها. التوزيع ما بين العناصر الموجوده عندي واضح انه اي 4 واي 5 في بينهم ريليشن، لربما ما مش عارف خلينا. لكن بالمجمل هي بقول لي انا الهيستوغرام وداني صوره عن الداتا اللي موجوده عندنا. تمام، خلينا ننتقل للخطوة التالية. الآن لو أنا إجيت على سبيل المثال، كلنا متفقين إنه العمود الأول هذا اللي هو الرو نمبر useless، وأنا بدي أروح العمود هذا بدي أروح أحذفه، بدي أروح أحذفه بكل بساطة. وروح بقول له d.drop. الدروب هذه بدها مني اسم الرو نمبر R number، طبعا الـ axis equal 1، الـ x axis طبعا اللي هي rows بتمثل 0 والـ columns بتمثل 1. طبعا في عندي command any place، هذا مهم جدا بدي أحطها true، يعني أنت الآن التعديل بده يكون مباشرة هان صحيح. طبعا بعديها ممكن أنا أروح أقول له الـ d dot head وبس 3 بس، لأنه أنا بدي أشوف العناصر اللي موجودة شو بدي يصير فيها. ممتاز، تم حذف إيش الرو. قال لي كل اللي سويته أنا هان أنه أنا روح قلت له d.drop، اديته اسم الأتريبيوت اللي أنا بدي إياه، ومن ثم أنا رحت إيش قلت له الحذف هذا في العبارة من مجموعة الأعمدة والان بليس ترو. طبعا هذا نفس الكلام اللي نفس اللي ليش قلت له ليش الاكسس مهمه يا جماعه الخير، لانه انا برضو نفس الفانكشن هاي من الداتا فريم ورك اللي هي دي اللي هي البانداز فريم ورك، انا بستخدمها دوت الميثود تبعتها اللي دروب برضو بستخدم الحذف الصفوف، وبناء على هيك انا لازم احدد الاكسس. طبعا انا ممكن اروح انا اكتب هنا قائمه بالروز او عفوا بالاعمده اللي انا بدي اياها. لو انا بدي احذف مجموعه من الاعمده بدي صير اقول له A1 و A2 و A3، طبعا بدي اذكرهم كتكست زي ما كنا زي ما شفنا بالمثال الموجود عندنا. ممتاز، النقطه اللي بعدها بدنا ننتقل الان، معناته انا هي حذفت العناصر اللي ما الهاش لازمه عندي. خلينا في موضوع حذف الصفوف لما نيجي نتكلم، انا بدي احذف صف معين بناخذ كمثال وبنجرب. طيب الان لو انا بدي ادور على الدوبليكيت، الان بدي امشي على الدوبليكيت واشوف وش في عندي دوبليكيت في الروز واروح احذفها. زي ما قلت لكم انا الداتا هذه اشتغلت عليها شويه، عملت يعني اصطنعت فيها بعض الاخطاء من اجل ان ايش
أخزن البيانات اللي موجودة عندهم. إذا أنا كنت بالآن بدي أشتغل على الدوبليكيت، معناته حروح أنا أقول له دي دوت، في عندي ميثود اسمها دروب دوبليكيت دوبليكيت. طبعا مهم في الدبل في موضوع الدبليكيت لما انا بدي احذفها انه انا افهم القيم اللي بدي اياها تتكرر، هل تكرار قيمه معينه في عمود معين. يعني على سبيل المثال لو انا الان رحت كتبت له قلت له انا بفد التكرار فقط في عمود A5، معناته اول ثلاث قيم هذول ظهرت قدامي وكل الفاليوز اللي موجوده 0.3 في 5 بدها تنحذف، ولا بدي اياهم في عمودين 2 و3 2 و3 2 و3، ولا بدي اياهم في 4 في 3 اعمده ولا في 4 اعمده او ما شابه. عشان هيك دائما اول اتريبيوت بيطلب مني في الدوبليكيت اللي هي السبست، والسبست هان هي عباره عن مجموعه الاتريبيوت اللي انا بدي اياها. طيب ايش الاتريبيوت اللي انا بدي اياهم كمان مره؟ هي A1. هيك انا قاعد بقول له وين ما في روز الدوبليكيشن تبعتها او القيمه بتتكرر في الفاليوز تبعت A1 عدهم as duplicate rows. اذا انا رحت حطيت هنا كمان مره A2 معناته انه قاعد بقول له وين في روز A1 و A2 متشابهات فهذول duplicate rows. بتمنى تكون الصوره فيك وصلت. ف A3 اذا خلينا بس انا اجربها على سبيل المثال على A1. اوكي A1 ما احنا عملت دي برضه في كويس اي A5. طيب الفاليوز اللي بعد هيك هذا انه انا بدي اروح اقول له شو بدي يصير فيهم في موضوع الكيب، لقيت فيه دوبليكيت شو بدي يصير. الان انا في عندي ثلاث خيارات، في عندي الفولس ما تحتفظش ولا بحاجه، يعني كل الروز المكرره احذفها. طيب هل الكلام هذا منطق؟ يعني ما ضلش ولا اتريبيوت عندي، وعفوا ولا رو في الاتريبيوت A5 قيمته 0.3 على سبيل المثال اذا انا حطيت فولس. طبعا القيمه التاليه اللي بعد هيك اللي هي الفيرست، طبعا فولس بتتاخذ فولس هيك ما يخزنش ولا حاجه. فيرست احتفظ في القيمه الاولى فقط، اول قيمه بتلاقيها، او اللاست في الاخر. انا بدي قيمه واحده من الدوبليكيت فاليوز اللي موجوده عندي هان، وبعد هيك ان بليس بحيث انه الفاليو او التاثير هذا يكون مباشره على القيمه اللي موجوده عندي ايكوال ترو. اوكي وهاي بدي اروح اقول له انا هيد دي دوت هيد 10 رن. لاحظوا معايا الان في الاتريبيوت اللي موجود عندي هان، طبعا لو انا قلت له داتا دوت انفو عشان اقارن بس بينهم، ودي دوت انفو رن، لاحظوا في الداتا ايش قال لي. طبعا في الاول لا ما هي نفس البوينتر، دير بالكم صارت اوكي نفس البوينتر على نفس النقطه اللي موجوده عندنا. اوكي فاحنا فهمنا موضوع الحذف الان على الاقل. هي بوينتر، نعم هي بوينتر على نفس البانداز اللي موجوده عندي كي، فمش قضيه كتير. بنعيد الشغل من تاني على السريع في موضوع القراءه. طيب فبدي ارجع في موضوع الدروب، معناته انا التكرار بده يكون على مستوى الروب الكامل. على مستوى الروب الكامل معناته انا ممكن ايش اروح اساوي كنترول اكس ليست، اروح اقول له list equal اللي هي duplicate rows A2 A3 A4 A5
A5 بالإضافة للليبل، يعني أنا يكون في عندي فعليا تكرار بالكامل وهي الليبل. وهيك أنا صار في عندي ليست. خليني بس بدي أرجع أعيد الرننج للكل، هاي ريستارت رن. طبعا هذول كلهم ما تغيرش فيهم ولا حاجة، والآن عماله هو بنفذ واحدة ورا الثانية. هي الآن وصلت الدبليكيت، ريموف للدبليكيت، دي دوت انفو رن 152 روز، في حين انه قبل شوية لما كنا جربنا حذفنا بس على الأول. طبعا هذا هو المنطق. أنا الآن إذا لو اختلفت قيمة واحدة في الرو فهذا الرو undeplicated، وبالتالي بما انه انا قاعد بقرأ بقيس او عندي معلومات او قياسية عن زهرة معينة، زهرة اللي هي زهرة السوسن، معناته طبيعي يكون في عندي قياسات متشابهة، لكن اختلاف اي واحدة من القيم هدول معناته انا في عندي different row. تمام، ممتاز، معناته هيك نحن فهمنا موضوع الدبليكيت تمام، وحذفنا الدبليكيت values ان شاء الله تعالى. طيب الان هل في عندي null؟ ايش النل وقديش وين موجود؟ هذه الانفورميشن اللي انا حصلت عليها عبارة عن جنرال انفورميشن، قال الاتريبيوت هذا. طبعا في اشارات هيو بقول انه في عندي نل فاليو، عدد الانتريز اللي موجودة عندي 152 انتري، الان 149 في A1 و A2 و A3، 152 في A4 و A5، 151 في الليبل، يعني هنا في عندي 3 في كل اتريبيوت ميسنج، وفي عندي واحدة ميسنج هان. مزبوط كلامي هيك؟ صحيح، معناته انا في عندي 3 ميسنج هان و 1 ميسنج هان. هذه اللي هان اوكي انا ممكن اروح احذفها، واللي هان اروح ايش اروح اسوي، اروح اعملهم فيل للميسنج. خليني بس قبل هيك، في عندي دي دوت ديسكرايب الفانكشن هاي ديسكرايب، نعم، ايش راحت اعطتني؟ اعطتني معلومات كامله عن الاتريبيوت statistical description، بقول لي المين المتوسط الحسابي، الستاندرد ديفيشن، المينيمم، المتقلقين اول الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث لما الداتا موجوده. طبعا بقول لي في عندك الماكسيمم فاليو، هذه 57 سنتي، 57 سنتي قياس الزهره، هذا الكلام يكاد يكون مستحيل. طبعا في عندي قيمه سالبه هان، هيك انا صرت انا قادر اشوف ايش الداتا او وين مشاكل الداتا بالاضافه للموجود. طبعا مش مبين الميسنج عندي هان الا غير من خلال الكاونت، الا من غير من خلال الكاونت. ممتاز، معناته انا صار في عندي الان معرفه للميسنج الموجوده. طبعا ممكن انا اتحصل للميسنج لو كتبت او عملت الكود التالي، انا بدي اروح اقول له الميسنج ايكوال البي دي بانداس دوت داتا فريم، وبدي انشئ داتا فريم جديد اسميه الاتريبيوت اللي فيه ميسنج، والفاليو تبعته اللي هي دي دوت از نل، واروح اقول له للسم. هذه الفانكشن المفروض انها بدها تمر على كل الداتا فريم الموجود عندي الداتا، وين في عندي نل تروح تحاول تعد لي اياها تبعا لمين، للاتريبيوت اللي موجوده عندنا. اوكي عشان يجيب لي الفاليو اللي موجوده انا بدي اروح اقول له هات لي الميسنج اللي عندك هذول، هي بمثابه جمله الطباعه رن. وين انا اخطات؟ في اقواس هان، سوري. تمام، هي راح جاب لي ال A1 A2 A3 A4 A5 والليبل هدول. طبعا قال لي انه هي عدد الميسنج اللي موجود عندك موجودة في A1 3 في A2 الى اخره. طبعا ليش انا عملت هيك يا جماعة الخير؟ طبعا هي البيانات انا قادر احصرها من هان تمام، لكن برضو هاي في طريقة تانية ممكن انا احصر الميسنج بشكل واضح مع كل اتريبيوت. طبعا لو انا سألتني الان الميسنج اللي هان شو ممكن اسوي فيه، ممكن انا اعبيه بالمين او اعبيه بالميديان، مش فارقة كتير معايا، ممكن اعمل له دروب. بس الان الليبل اللي هان حتما لازم انا اعمل له دروب، لانه هذا ما بينفع يضل،
ليش؟ لأنه أنا عندي قياسات ومش معروف نوع الزهرة، فأنا لازم أعمل له إضرب. طيب بما أنه صرنا نتكلم على الإضرب، خلينا نروح نحذف الأتريبيوت اللي فيها الليبل أولا، وهي بدي أحط هنا كومنت drop rows with null value in certain attribute. إيه اللي حسويه الآن؟ حروح أنا أقول له data equal data اللي هي data framework اللي موجودة عندي، data أو d.label dot not an a. هيك أنا قاعد بقى أقول له نفذ لي إياها، وهذه الجملة تماما تكافئ جملة تانية حكتبها الآن. ممكن أنا أروح أقول له data equal data framework الموجود عندي في داخل القوس bd اللي هي الباندا فريمورك البانداز dot not null، والnot null هاي بدي أزودها بالداتا باسم الاتريبيوت اللي موجود عندنا اللي هي مين الليبل. سواء نفذت الجملة اللي فوق أو نفذت الجملة اللي تحت، التنتين حيدوني نفس النتيجة، وهي إنه حيعمل دروب للأتريبيوت اللي للرو اللي فيه الليبل قباله missing هيرن. عشان نتأكد بدي أعيد الكود تبع الميسنج هذا الآن، هان وهيرن، لاحظوا انه ما فيش عندي ميسنج الان في الليبل. طبعا سواء نفذنا الجمله الاولى يا جماعه الخير او الجمله الثانيه نفس الكلام، لكن مع اختلاف طبعا هنا باعتمادي على الداتا. انا قاعد مبالي بقول له خل الداتا دي بتساوي دي وير الليبل نط نل اللي هي الفاليوز تبعته اكزيست او نط نل. تمام، هيك انا عملت دروب. طيب بما انه صرنا نتكلم على الهاندلنج للميسنج، وهي اول واحده عملناها هان، خلينا نروح بعد هيك قد ايش نساوي، نروح نعمل الفيل للبل اعتمادنا على الـ A2 و A3 بدي اروح اعملهم فيل بالمين. طبعا ليش بديش اعبي A1 بالمين؟ عندي 57 المين هذا هي 6.2 كبيرة، لكن لو انا عملت مقارنة هي مثلا بين A1 و A3 5.5 كبيرة المين. فلو انا بدي اخزن الميديان بيمشي حال هلغي القيمه الوسطى، وقلنا الميديان فيه لها ميزه انه لما باعتمادنا عليها ممكن تضيع التاثير الفاليو الكبيره الموجوده، وهذا حنرجع كمان مره بنعالج النويز داتا. خلينا فقط مع المين، حروح ابدا بالداتا اوف اي 1 بدها تساوي داتا اوف اي واحد دوت فلاني اللي هي not available. بإيش بدي أعملها فل؟ بالداتا of A1 دوت ميديان. تمام، هذه الأولى حروح أعمل انسخها. اثنين طبعا جماعة الخير انا قاعد باشتغل، ما بهمنيش وين الخطأ اللي او وين الميسنج اللي موجودة. اذا انا بدي الميسنج ممكن انا في عندي conditions هنشوفها كمان شوية، زي ما لما بدور على الماكسيمم فاليو اللي هي 57 ممكن انا اروح اطبق عليها بشكل كويس. انا هي انسخ هاي ثلاثة
للثلاثة. طبعا أنا عملت هذول بالمين وهذا بالميديان، وراهم مباشرة بدي أروح أقول له هات لي إيش احسب لي الميسنج. أوكي حطيتهم في نفس السل عشان ما يكونش في عندي مشكلة وإن شاء الله. آه ليش هيك؟ لا 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 لا. إيش قال لي هو هانا؟ ودير بالكم يا جماعة الخير مش خطأ، والدليل إنه ما ضلش في عندي missing values بالموجود. طيب لو أنا رحت قلت له دي دوت إن describe أوكي كله صار 151 مظبوط هيك. طيب إيش الخائش هذا؟ a value is trying to be a set to a copy of a slice from data framework. Okay. هي أشبه بالwarning. نعم هذا هي setting with copy warning، إنه بصير في عندي عماله بعمله بحذرني إنه بصير في عندي تعديل على الداتا بناء على داتا موجودة. أوكي بدل ما تستخدم، هو عماله بقول لي استخدم value أو بحاول بقول لي استخدم value بدل، مش قضيتنا كثير، بس في الآخر أوكي أنا هي الفاليو تبعتي عمل لها فل وأمورها المفروض الآن ما فيش عندي missing مطلقا. طيب ننتقل بعد هيك للجزئية إنه والله طب شو وضع النويز داتا، كيف وين النويز داتا تبعتي؟ طبعا أنا ممكن أستدل على النويز داتا أولا بما إنه أنا بتكلم على ميجرمنت، معناته هذه مش سالب ثلاثة هذه ثلاثة، وبما إنه أنا بتكلم على ميجرمنت لوردة برضو مش منطق يكون في عندي الماكسيمم فاليو هاي 57، عشان هيك دائما بدي دراسة مستفيضة للداتا أو للكونتينتس اللي موجودة عندي في كل الداتا سيت. طيب إيش الحل؟ كيف بدنا نشوف؟ طبعا هذه إشارات عندي، طبعا في عندي طريقة تانية كمان ممكن أنا أروح أشتغل عليها. لو أنا قلت هاي الأتريبيوتس إيكوال اللي هي الليست تبعتنا اللي فوق، خليني بس انسخها بدل ما ايش اكتب من تاني. اوكي او اعتقد لو ضلت ليست يعني هو المشكلة في الموضوع، لا بدي اعدل عليها الليبل انا مش بحاجة لإله. اوكي هذه مجموعة الاتريبيوتس اللي موجودة عندي. انا بدي اروح اعمل، بدي ارسم فيجر، هي بلوت بي ال تي دوت فيجر، حجم الفيجر قديش، هي الفيج سايز ايكوال اللي يكون مثلا 20 10. تمام الفيجر هذا بده هي الداتا دي اوف اتريبيوت اللي هم الخمسة اتريبيوت اللي موجودة عندي. طبعا الليبل احنا بدناش اياه لانه نومينال داتا برتسمش. تمام وبدي اروح دوت عفوا دي اتريبيوت دوت بوكس بلوت. البوكس بلوت يا جماعه الخير هذه عباره عشان تحدد الاوتلاير اللي موجود عندي. بدي احط، ممكن احط للرسمه تايتل بي ال تي دوت تايتل. طبعا هذا الكلام حيلزمني في الشاب التسجيل الجديد اللي هو ايش اللي له علاقه بالفيجواليزيشن، ايريس اتريبيوت وفي الاخر بدي اروح اقول له شو للرسم اللي موجود عندي ورن. اها تمام لاحظوا معايا الان هذه الرسمة جاب لي الداتا، طبعا واضح بقول لي بقول الداتا الرينج تبع المسموح فيه الاوتلاير المسموح فيه اللي هو داخل المربعات السوداء، طبعا ضمن الخطوط السوداء. طبعا احنا لما نرسم الاوتلاير لاحقا ان شاء الله تعالى حنفهم الكلام بشكل كويس بشكل احسن، لكن واضح انه هذه اوتلاير وهذه اوتلاير لانهم ابعاد تماما، هذه جاي مع الفت. خلينا طيب لو انا بدي اغير القيمتين هذول، القيمتين هذول احنا شفناهم عمالنا اللي هي هذه سالب 3 وهذه 57. تمام طيب بدنا الآن نشوف كيف بدي أتعامل مع النويز داتا اللي موجودة عندنا. مع النويز داتا بدنا ننتقل ونكتب كود نشوف كيف بدي أتعامل أو بدي أتخلص من كود مع النويز داتا اللي موجودة عندي.
طيب أول حاجة أنا بدي أعرف السبعة وخمسين هذه اللي في الأتريبيوت الأول جاي في أي رو عشان أحذفه أو أروح أعدلها أو ما شابه. أنا أوكي بعرف في العمود الأول لكن في أي رو ما بعرف. تمام؟ Determine the noise value location أو بين قوسين رو. الآن عشان أحدد الرو اللي موجود او اللي فيه الداتا، طبعا انا عندي الداتا وانا بعرف ان هي موجوده في الاتريبيوت الاول، فانا بروح بقول له اديني الرو وين انه الاتريبيوت عفوا اي واحد ايكوال 57. ايش اللي انا سويته هان؟ هنا رحت قلت له انا بدي الرو اللي فيه A1 equal 57. A1 لاحظوا أنا باعتمادي على الداتا، طبعا هو لو كان في أكثر من واحد شو حيصير؟ حيديني الروز اللي موجودة عندها، فراح قال لي الرو 113. هي الرو 113. طبعا حنقول يا جماعة الخير معالجة النويز داتا غالبا مانيوال، طبعا الداتا بريبريشن معظمها مانيوال تمام، وبالتحديد النويز داتا. أوكي أنا عملت حددتها الآن، معناته لو كان في عندي أكثر من رو الأكثر من رو حتكون موجودة عندي. يعني لو على سبيل المثال بدي أنا أروح أكتب كود مشابه للكود هذا بس من باب العلم، يعني أروح أقول له A5 بدها تساوي 3 مثلا وهي رن. لاحظوا الداني قائمة، وبالتالي أنا بدي أعمل هاندلنج لكل واحد من هدول بشكل مستقل لما يكونوا، لكن هدول أنا ما بيهمونيش، أنا اللي بيهمني هان 113 تمام. طب مع ال 113 هذا شو أنا بدي أروح أساوي؟ الآن بدي أعدل الفاليو. الآن هذه الفاليو مكتوبة يا جماعة الخير 57. القياسات اللي موجودة عندي للزهرة هيها اللي في نفس الأتريبيوت 5.6 6.5 5.7 5، معناته هذه أغلب الظن إنه هذه الفاليو بدها أدخلت خطأ 57 بينما هي لازم تكون 5.7. وأنا لا أخفيكم أنا فعليا هي كانت الفاليو هيك، لكن أنا تعمدت أن أعملها هيك عشان يصير في عندي نويز داتا وأنا أشتغل عليها. طيب إيش الحل الآن؟ أنا صرت بعرف هي موجودة في أي أتريبيوت وموجودة في أي رو، بقدر أنا أروح أعدل الفاليو. فبروح أنا بقول له d.iLocation index location. لما بتكلم على الindex location بده مني شغلتين، بده مني الرو وبده مني الاتريبيوت. الاتريبيوت رقم واحد اللي هو يعني صفر تمام، الاتريبيوت رقم واحد يعني صفر تساوي 5.7 تمام. وهايرا تغيرت القيمة اللي موجودة عندي هان لل 5.7 تمام شباب، فيش مشكلة إن شاء الله، بس بعد عشان أعيد الرسمة مرة واحدة. ونفس الكلام هان أنا الآن بدي أشوف وين السالب 3. السالب 3 كانت في العمود التالي مظبوط، هاي هنا هروح أقول له A2، طبعا أنا بس بدي أكتبها بصيغة تانية اللي هي أقل من صفر عشان أقول لكم إن أنا ممكن أكتب أي كونديشن بدي إياه وهيرن. فقال لي هي عندك سالب 3 واحدة فقط في الرو 104. فنفس الكلام حروح هنا حقول له d.iLocation iLocation 104 الاتريبيوت الرو اللي موجود عندي والاتريبيوت الثاني يعني الاندكس رقم واحد تبعته equal 3 سالب 3. والقياسات كلها لو طلعت خط نظرة سريعة هان كل القياسات حوالين بعضها، معناته هاي 3 والسالب كانت خطأ موجود عندي وهاي رن. عشان أتأكد أن الأمور تمام بديش أروح بدي أروح أعيد الرسمة اللي موجودة عندي هان وأشوف كيف وضع الداتا اللي ظهرت معايا أو كيف تغيرت الرسمة. أها اختلفت الرسمة تماما الآن، وبقول لي أنه في A2 في عندي بعض الأوتلاير لكنهم خلينا نقول مش إكستريم أوتلاير، هم قراب جدا، بينما هذيك شفتوا كيف اختلفت الرسمتين مع الفاليوز اللي موجودة هان والفاليوز اللي موجودة هان، صارت الآن صار في عندي رينج واضح للداتا اللي موجودة عندنا تمام. أوكي الآن أنا بدي إيش؟ خلصت من جزئية الداتا. طبعا ممكن لو أنا بدي هدول كمان أحلهم، فأنا بروح بحاول بعمل استيميشن للفاليوز، واضح أنه الفاليوز هذه اللي أكبر من 4 واللي أقل من 2
ونص، في عندي فاليو أقل من 2.5، وهدول 4 أقل من 4، يعني ممكن أنا أروح أسويهم كالتالي. أروح أجي هأخذ الروهان كنترول سي، أروح أقول له أقل من 2.5، وكمان واحدة اللي هي حتكون أكبر من 4، أو بلاش خلينا نأخذ الأكبر من 4، أكبر من 4 وهي رن. قال لي في عندي أكبر من 4 اللي هي 4.1 4.2، هدول الروز اللي موجودين ممكن أنا أعملهم هاندلينج، ممكن أروح أعملهم دروب، أروح أتأكد من الفالوز اللي موجودة عندي. طبعا كل واحدة بدها تنشغل بشكل مستقل بشكل مستقل. طيب أنا ما بديش أشتغل عليهم، لكن هي الفكرة واحدة إن شاء الله. طيب ضل آخر شغلة عندي أو الشغلة قبل الأخيرة، لما أنا بدي أشتغل على موضوع الكوريليشن، أنا الداتا موجودة عندي والأتريبيوتس اللي عندي كلها نيوميريك، معناته أنا بدي أروح أطبق الكوريليشن. في عندي الدي، في عندي ميثود اسمها دوت كوريليشن، شايفين مسها الكوماند رن، راح حسب البيرسون الكوريليشن وقال لي والله هي الاتريبيوتس اللي عندك، لكن واضح انه في عندي على طبعا القطر يا جماعة الخير المفروض كله يكون ايش واحد، لانه الاتريبيوت مع نفسه واحد، الاتريبيوت الاول والثاني ما فيش فيهم ديبندنسي مطلقا، الاول والثالث فوق الخمسة فوق الثمانين، الاول والرابع فوق الثمانين، الاول والخامس فوق الثمانين، لكن الرابع والثالث والخامس 95%، الثالث والرابع 95%، الرابع والخامس 99%. طيب الآن بس أنا بدي أحذف واحد من الكوريليشن اللي هو الخامس هذا، طبعا أنا بدي أقول إنه والله الأتريبيوتس اللي عندي الكوريليشن تبعته فوق فوق 97% هي اللي بدي أحذفها، أنتوا بالمثال كان عندكم فوق 80. الآن في الواجب، الآن يا جماعة الخير هذا الكلام ليش؟ لأنه أنا فعليا الأتريبيوت الخامس هو عبارة كان عن 1.5 حاصل ضرب الفاليو اللي موجودة، تعال حسبها أنت هيك، 1.5 في 1.5 في 4.6، 1.5 هن 3، طبعا صار في بعض التغييرات على الفاليوز، 1.2 1.5، تمام. الفكرة انه انا طبعا عملت راونديشن للفاليوز الموجودة عشان يصير في اختلاف ما تصيرش يعني 100%، فقال لي هو بس واضح ان الفاليو 9.39 يعني وكأنها واحد. طيب ايش الحل؟ اوكي الاتريبيوت هذا انا بدي احذفه، كيف بدي اروح احذف الاتريبيوت؟ كيف بدي احذف الاتريبيوت يا جماعة الخير؟ قلنا في عنا طريقتين لحذف الاتريبيوت، بس هذا مع النل صح؟ وين حذفنا الاتريبيوت الاول؟ دروب اهو فانكشن اللي اسمها دروب، دروب اي 5 ريبليس، واروح اقول له بعديها احسب الكوريليشن مره ثانيه، هي رن ممتاز، هي قال لي الداتا طار الاتريبيوت والكوريليشن، طبعا هذه من الاصل انها ما تتغيرش، لكن الحسبه بتضل نوعا ما فيها اختلافات بالنسبه للكل. طيب خلصنا الان في موضوع الكوريليشن، شفنا موضوع الداتا، ضل اخر جزئيه كنت انا بدي اياها منكم اللي هي جزئيه تقسيم الداتا ل تو ديفرنت سيتس وكتابتهم على الفايل اللي موجود عندنا. طيب الآن عشان أنا أقسم الداتا from sklearn.model underscore selection بدي أروح أعمل import لإيش؟ لفي شغل اسمه class اسمه train underscore test underscore split. طبعا هذا الكلاس بنفذ stratified sampling على الداتا اللي موجودة عندي. طبعا احنا كنا طالبين منكم الداتا ست اللي موجودة عند كل هي دي او الداتا اللي انتو حملتوها تقسمها، ما تكلمناش على تفاصيل ثانية لحتى اللحظة. طبعا هذه في لها استخدام الترين
تيست سبلت هذا ممكن يرجع لي بمجموعتين وممكن يرجع لي بأربعة، ممكن يرجع لي بمجموعتين وممكن يرجع لي بأربعة، لكن أنا بدي أشتغل فقط على نظام المجموعتين، ولما بنحتاج الأربعة بنتكلم عليهم. فالمجموعة الأولى أنا بدي أسميها train set كوما تانية test set equal اللي هو هاي، خليني بس أقول له as، طبعا هاي هذه ميزة الas TTS والTTS هذا اللي هي train test split بياخد مني الداتا اللي هي دي، وبياخد مني التست أو الترين سايز، والباقي طبعا بياخد النسبة التالية 0.3 من 10. هيك أنا عمالي بقول له بدي للتست ست حجمها 30% من الداتا ست اللي موجودة عندي، ومن ثم أنا بدي أروح أتأكد هاي في عندي الترين، والسبعين في المية حتضل للترين، هاي ترين set dot head بس 3، ونفس الكلام test set dot head 3 وهي run. اوكي هذي تاعت مين فيهم عاد؟ اوكي عشان هدول جابهم كل واحد الحال، وغالبا هذه الأخيرة، غالبا هاي الأخيرة بدي أعملهم كل واحد الحال بشكل مستقل. هي رن، هاي الترين سيت وهي التست سيت. رن، طبعا هذول تو ديفرنت سيتس موجوده. ضل لقيت موضوع الترين سيت اللي انا اكتبها على الديسك، موضوع كتبتها على الديسك بسيط جدا. انا الان في عندي البانداز دوت زي ما كنت بقول له تو ريد سي اس في، بروح بقول له تو سي اس في وبديله اسم الملف اي ترين سيت دوت سي اس في، عفوا هذا الترين سيت train set run، وباخد test set بنفس الكيفية test set dot to underscore csv test set dot csv run، وبهيك احنا بنكون ان شاء الله انتهينا من الابلكيشن. بس عشان انا اتأكد ممكن اروح ادور على الفايلز اللي موجودة عندي من اسماءه، طبعا الاسماء كلها مرتبة ترتيب train set اي train set وهي test set. الان seconds ago هاي الداتا موجودين كاكسل فايل او كسي اس في فايل. ان شاء الله بتكون المعلومات سهلة، بتعيدوا الفيديو مرة وتنتين بحيث انكم تقدروا تستوعبوا، وان شاء الله تعالى الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.